لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات الغريبة تاع أكساس، رغم أنه اعترف وقال بلي أنا حضرت منه تاع خاصة وين خلينا متاع ما راش قادر يجري، هذه كاع ما كاش من هذيك اللي قالها له ما فهمناهاش كيفاش استقبلها العقل تاع أكسس. انا ما انت هدرت ديك الهدره قلت باللي عندي خبر نيوز حصري ما كاش لي على بالو، وما باللي كيسموه محرز ما راش قادر يجري، ومحرز راه يشكي كرايرهم انا هذا اللي قالها لك، انا ما اسم الله ماني مراخو اللي قالها لك. انا كيفاش عقلك استقبل هذا الهضره؟ كيفاش عقلك هذيك ديك الحمص الصغيره هذيك كيفاش طابات عندك في راسك؟ كيفاش هذه الهضره ولات طابي عندك؟ يعني هذه ما امل بصح كاين بزاف تصريحات نتوما قاضبينين، بالك نتوما راكم قاضبين غير تاع نتوما تعقلوش تاع التصريحات تاع اللي دارها اكسس. رياض محرز مي قالوا رياض لازم رياض محرز لعاب عادي، ولازم باش يولي لعاب نجم كبير لازم في كل مباراه يسجل 3 اهداف. نتوما هذه ما سمعتوهاش 2016 وقيل ولا 2017 ما سمعتوهاش، هذه ما سمعتوهاش، هذه فين كادر نتوما راكم قاضبين تاليه برك تاع مي قالوا بلي محرز مكسر يا ودي هضر على هذي. انا اللي قالوا بلي يا ودي باش يماركي لازم له يماركي 3 اهداف وهدفين باش يولي نجم، بصح هو نسى ما يقدرش يماركي. خاطش علاه نقول لك انا محرز علاه ما يقدرش يماركي؟ علاه محرز ما يقدرش يماركي؟ خاطش علاه في انجليز ما كاش لي ديفونسير كيما نتايا، على ذيك ما ينجمش يماركي كل ماتش يماركي 3، خاطش ما كاينش ديفونسير كيما نتايا. لو كان كاين ديفونسير كيما نتا نغارونتي بلي نتا اكسس واحد يهدر صح. نعقل لك انايا ولد تاكيدي تاع سعيده، نعقل تري بلاك من سطاد الفوق، سطاد طريق الرباحيه تري بلاك خلطك ردك في ردك في لاكار القديمه تاع لاكار القديمه تاع تاع سعيده. قاع وين قاسك ولا اكيد لك ولا هنا نعقل لك؟ انت كنت تبلوكي البوله بالتيبيا اخويا، انت تبلوكيها بالتيبيا. انا ذاك النهار شفت الناس قاع طايحين عليه قلت خليه ما نزيدوش نكشفوه، بصح اليوم تفكرنا اسمعوا تشوفوا معنا مالغري هذاك مومن اللي يلعبها مدافع خاطش على مدافع للناس في 2017 مي كانوا يحطموا في ليكيب ناسيونال مومن قال لهم محرز خواف في لافريك. راني يعني نحوس على الفيديو محمد انا يا هذا يبقى راي الله باسكو يوم قضيه تاع راي، بصح راي ماهوش منطقي. واحد يقول لك هذا راي بصح الراي ماهوش منطقي، هذه هي سي اكسس. اليوم محرز بالك صح سارت راهو يقدم 4 مباريات هذوما الاخيره، هذه راهو يقدم في مرضو الطيب، راهو في تصاعد نعم لاباس به، نجم نقول لك صح راهو يقدم مباريات لاباس بها. مي شتي واحد اللقطه راه يضحك عليها خاش تبع الفيديو، غادي يقول بوب فمو سيرو طويل، غادي يقول مومو غادي يقول له باش تولي تعرف بولا يقولوا شوف باش تعلم بولا لازم تتبع لي شات كي غادي يخدمها له. كاين اليوم باسكو كي دير لي ستاتيستيك تاعك لازم محرز باش يكون احسن لاعب في فريق مانشستر سيتي لازم يكون يسجل شاك ماتش، لازم يسجل كل ماتش يسجل هاتريك ولا يماركي 2 بيت ولا 3 بيت شاك ماتش. نعم هذه هي النجوميه كيما تقارن انت دوكا نجبدو اكسون باسكو خلاص دار جدا والله انا بكيت لي بالضحكه على بالك كيفاش
لا هذا اللي قالوا الانجاز تاعك كومبليش تاعك، قالوا بدي تشكاره من المصطيف، هذا انجاز كبير انت شكاره بك، لا طلع لا بك وين ما يروح سير بيها هذا شو يطيحها لي كارطو اللي ولا يديهم بالحبرة، سير اي سير بي سير بي في الطيحه هو يدي لي كارطو يخرج بالحبرة. توجور لي ميور نقارنو كريستيانو رونالدو علاش النجم، باسكو شاك ماتش يماركي 3 بيت 2 بيت كاع المقابلات. اليوم انت لا باب شي ماركي يا ولاد، كي تقول لي محرز، احنا كجزائري نتمنى له كل نجاح، دوك يبقى راهي هدايا ونعاود نولي المؤمن كي قال لك اعلى علامه. لا اليوم باش تتعلم الفوتبول خويا مؤمن، اليوم لي ستاتيستيك يا ودي فوتبول طويله، هذا رسالو طويله. راطي عجبت لي هذه، نولي المؤمن كي قال لك اعلى علامه. لا اليوم باش تتعلم الفوتبول خويا مؤمن، اليوم لي ستاتيستيك تاع المقابله هذه احسن لاعب خيسوس. نقول لك علاش، باسكو سجل 3 اهداف. في اوروب يهضروا بلغه الارقام، ما يهضروش بلي سونتيمون كيما تهضر نتايا. صح ما طاولوا كاع ما طاولوش، اليوم احسن لاعب في المقابله خيسوس، ما تقوليش دخول او محمد تفضل صدق هو احسن لاعب. اسمع انا مانيش نهضر، هاي ليك احسن لاعب، هاي ليك العلامه، هاي ليك خيسوس احسن لاعب. واش نسيت هذا؟ قلت لك اجماع ما تقوليش اجماع. اسمع يهضروا بلغه الارقام، انت راك تهضر برك مؤمن، انت تهضر بحب. انت مسؤول عليك. لا شنو مسؤول اليوم انت يا كومونساس فيه، ولاك حايب زعما دوك نهضروها، ولاك حايب زعما الجمهور الرياضي زعما باش نهضروا على محاش باش تولوا تحبونا. هذه شوف هذه ما كاش منها، هذه لازم تنحيها، شوف لازم تتعلم، لازم كي دير احصائيات توعك، لازم تهضر بلغه الارقام، لازم تهضر لوجيك. ماشي قال محرز الجيريان نهضروا بالون، محرز واش دار؟ سجل لك محرز سجل دو بي ماتي، انا نولي مقبل سجل هدف. خلينا نهضر مقبيلات، سعود اليك نولي لك مقبيلات محمد. نعم هضرت قلت لنا كجزائري، بيان سور كجزائري ما كان حتى مشكل، نحبو قدامنا وليد بلادنا ونتمناو له كل خير. نعم بصح حنا رانا نحلوا مقابله، ولازم كي تحلل لوجيك. نعم ما تكره فلان ما تحب فلان، نهضروا قباله. نعم اليوم انت كي راك تقول لي باسكو الجزائري لازم، ما كاش مشكل، هذا اللاعب في الجزائر واش جاب لنا في الفريق الوطني؟ لطيف راك تبع فريق وطني، كي نهضروا. شوف انا عمك انا نتقلق من لي جورناليست تاع الجزائر، ونقولها ونعاودها وراني هالدا اون فاس كاميرا، علاش تحبوا نبوله صغيره تحبوا تكونفليوها؟ باسكو نبوله كي تكونفليها بزاف تتنتق، عندها طرطق عليك ولا طرطق عليك. بصح انت تبيع للصحافة تبيع لهم القش غادي يبيعولوش يشرو عليك، كنت تروح للطرق تجيب لهم القش تخدم لهم الكابة. على هذيك اليوم نقولوا بلي ودي هاد الناس هذو كانوا لبالك هذوك داروا عليهم على بالك شوية كانت الناس رايحة معاهم، هذو الناس هذو اللي كانوا يغذوا في الناس، كان يقول لك مين تقول له على محرز يقول لك محرز تاع السيتي، لا محرز تاع السيتي، تقول له على ماندي يقول لك لا تاع بيتيس محرز، تهضرليش على محرز تاع بيتيس، اليوم قال لكم تغنوا عليهم، شو كيفاش؟ راكم عاقلين عليها، راكم مش ناسين. لازم تعقلوا مليح. مي كانوا يقولوا لكم بلي محرز تاع السيتي ومحرز تاع بن طالب تاع الشايخ، لا رديتو كاع لهنا كنتو تحوسو كي هنايا كنتو دايرين كيسمو فرحات. انا عقل انايا كيسموها يا ربي النهار العام اللي فات قبل كورونا من بدات الشامبيونا ايا دار لك كيما هكا فرحات يهدد عرش، لا في هذه الخطره التاليه هذه ما كانوا لاعبين دو ماتش، فرحات دار دو باس ايا قال لك فرحات يحتل واه ما عاد كيف فرحاتي، ومن بعد مركب بنت هي قال لك فرحات يهدد عرش رياض محرز في المنتخب الوطني الجزائري. ودي ويقلع اخويا ويقلب كونت زيمبابوي، هذه هضروها ضربة تاع زيمبابوي مركب براولي دار باس دار كونترول براولي
ميسمعكم نتوما تهضروا، داره برا ولي. تعلموا تعلموا مزيان، ما داروش عليكم.